اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش القضاء العراقي بعدم التحقيق بقضايا تعذيب المشتبه بهم من قبل قوات الأمن أو تجاهل مزاعم التعذيب، فضلا عن إدانة متهمين انتزعت اعترافاتهم بالإكراه، مطالبة السلطات القضائية بالتحقيق في جميع شكاوى التعذيب. المنظمة وفي تقرير لها قالت إنه لطالما اعتمدت السلطات العراقية على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب للحصول على الإدانات، وذلك على الرغم من أن الدستور يعارض هذا الأمر، مضيفة أن القلق ازداد حول استخدام قوات الأمن للتعذيب بشكل كبير منذ أن نفذت الحكومة اعتقالات واسعة لآلاف المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش. يأتي ذلك على الرغم من أن العراق طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.